النوالي سيدريك بو رقم 6 محمد ادم الورتاني 14 نزار السميش 11 وفي هذه الاونه انطلاق المباراه بين السيابي والنجم الرياضي الساحلي بكره للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان ويربح المخالفه جويد الميداني مدرب الفريق سيد سامي القفصي كره تعود للنادي الرياضي البنزرتي عبد الرؤوف العثماني يوصل يواجه كره لعبد الرؤوف العثماني والتسديده دون عنوان مراوغه عزيز يوزع كره في اتجاه شكون والتدخل في المره الاولى تبقى بنزرتيه في اتجاه عبد الرؤوف العثماني والتسديده مره اخرى بعيده خارج ارضيه الميدان يضغط السيابي مع للاصابه في المقابل النجم الرياضي الساحلي ايضا يعرف غياب كل من حسام دكدوك وايضا نسيم هنيد الملكي نزار الشميسي يلعبها قصيره يسقط ما فماش مخالفه يقول حكم المباراه ترجع كره لاسامه علي فبو في وسط الميدان مقطوعه لزياد العلوي ممتازه كره واحد اثنين لكن ما مرتش كما يلزم كره لياسين الشماخي يوزع كره ياسين الشماخي واشرف كرير يخلي الكره مباشره تخرج ضربه مرمى بلبوز خليل بلبوز يتعدى خليل ممتازه التمريره يسقط وحكم المباراه يقول ما فما شيء التنفيذ نزار السميشي رقي العواني رقي العواني يوزع كره في اتجاه غفران النوالي والراسيه مباشرة في دين حارس مرمى النادي البنزرتي اتجاه نزار نزار السميشي نزار وارتباك بين زوج لاعبين من نادي البنزرتي خطيرة للنجم الرياضي الساحلي خطيرة الكرة ضاعت الكرة بكيفية غريبة أمام شباك خالية زيادة العلوي يوسع كرة والركنية كرة من على دين أبو علاقي والرد تدخل من علي جمال في مرة أولى تعود للنادي البنزرتي لعزيز القاسمي طويلة من عزيز مباشرة لحارس مرمى النجم الرياضي الساحلي الرقي العواني يرفع كرة طويلة والرسية والهدف الأول جول الأول صلاح الدين الخدامسي يفتتح التسجيل للنجم الرياضي الساحلي ركنية الثالثة تجيب معها جديد للإطوال وأولى أهداف المباراة للنجم الرياضي الساحلي صلاح الدين الخدامسي برأسية يحط الكرة في شباك النادي الرياضي البنزرتي ويمضي على أولى أهداف المباراة هنا في ملعب 15 أكتوبر أمامكم صلاح الدين الخدامسي الرقم 26 في صفوف النجم الرياضي الساحلي يمضي على أولى الأهداف هذه الإعادة الرقي العواني يرفع الكرة من ركنية تليق صلاح الدين الخدامسي ياخو كورتو برأسية ما لقالها حتى حل أشرف كرير وواحد بلاش للنجم الرياضي الساحلي إذا تتغير النتيجة هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت واحد بلاش أولى أهداف المباراة ممتازة تمرير على الدين أبو علاقي مازال محافظ على كورتو يسقط على الدين أبو علاقي والركنية الدين أبو علاقي يوزع كرة لزياد العلوي لمسة يد حكم المباراة يقول ما فما شيء ماني سريع يلعب كرة لعبدو سيدي يوزع كرة عبدو سيدي ويخو كورتو في مرة أولى حارس النجم الرياضي الساحلي على مرتين الورتاني غفران النوالي يوزع كرة بعيدة خارج المرمى تبقى الكرة للنجم الساحلي ادم الورتاني سدد كرة موجود حارس السيابي هدف صلاح الدين الخدامسي في الدقيقة 27 كرة ترجع لصلاح الدين الخدامسي نزار الشميسي يوزع كرة في راس الشوات ما يخويش في مرة أولى على الدين أبو علاقي يرفع كرة طويلة راسية من زياد بوغطاس في مرة أولى الشوط الأول على الدين أبو علاقي طويلة في اتجاه أيمن العمري وراسيته فوق المرمى لكن موجود في موقف تسلل في الشوط الأول عزيز القاسمي يرفع كرة طويلة وعلي جمل موجود كرة لعبدو صيدي طويلة من عبدو صيدي والراسية خارج أرضية الميدان ضربة مرمى تمشي الكرة لندرة البنزرتي خليل بلبوز من اليمين كرة لخليل بلبوز من الجهة اليمنى خليل بلبوز والكرة لزياد العلوي زياد العلوي ضاعت الكرة ضاعت الكرة بكيفية غريبة ياسين الشماخي ياسين الشماخي غفران النوالي نفذ كرة جول 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 تنفيذ ممتاز وهدف ثاني رائع للنجم الرياضي الساحلي عن طريق غفران النوالي بمخالفة مباشرة تسكن شباك النادي الرياضي البنزرتي وتسكن شباك أشرف كرير النجم الرياضي الساحلي يسجل الهدف الثاني هذه الإعادة وهذه المخالفة من غفران النوالي بتنفيذ محكم وممتاز كرة في شباك النادي الرياضي البنزرتي ثنائية نظيفة للنجم الرياضي الساحلي أمام السيابي في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت هدف رائع الحقيقة من غفران النوالي وزوز أهداف
سجلوهم زوز مدافعين للنجم الراضي الساحلي اللي ينتفض اليوم في بنزرت ويسجل ثنائية، خاصة وأنه سبعة جولات سابقة سجل فيهم زوز أهداف في مباراة اليوم. النجم الساحلي يسجل زوز أهداف في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت وأمامكم بعض الجماهير الحاضرة وأعضاء الله.